بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الله الغفيص من مدونة نيوتك. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن تغيير الخط في أجهزة الأندرويد وبالتحديد أجهزة سامسونج أو أجهزة الجالكسي. طبعا أجهزة الجالكسي راح يكون له طريقة بتغيير الخط من دون روت، يعني ما راح نحتاج أن نعمل روت للجهاز، وهذه الطريقة فقط لأجهزة الجالكسي. طبعا بإذن الله راح نشرح الطريقة الأخرى اللي تحتاج روت، يعني لجميع أجهزة الأندرويد حتى أجهزة الجالكسي منها. طبعا بالبداية راح نقوم بتحميل الخطوط الموجودة في الموضوع، سواء قمنا بالتحميل من نفس الجوال أو من الكمبيوتر ثم تم نقلها إلى الهاتف. طبعا بعد ما نحمل الخطوط على الجهاز، أنا هنا قمت بنقلها إلى الهاتف. سواء قمت بتحميل كل الخطوط أو اخترت خطوط معينة، طبعا أنا أفضل خط المهند وهو اللي أستخدمه في جهازي، لكن كل واحد حر وكل واحد له ذوقه ولو خط يرتاح معه. طبعا هذا قمت بتثبيته من قبل. طبعا بعد ما نثبت الخطوط او الخط الذي نريده، نتوجه الى الخيارات ثم الاعدادات ثم الى الشاشة، شاشة العرض، اسلوب الخط. راح تظهر لنا الخطوط اللي احنا مثبتينها على الجهاز. طبعا مثلا نختار الجزيرة، نعم، راح نلاحظ على طول تغير الخط في الجهاز. يعني لو نلاحظ هنا تغير، ونلاحظ تغير الخط. هذه طبعا الطريقة بمنتهى السهولة. طبعا هذه الطريقة فيها بعض المشاكل، يعني مو كل الخطوط راح تتغير، في بعض الخطوط يعني صراحة ما أدري الآن وين، يعني وين مكانها، لكن في بعض الخطوط الظاهر في الردود اللي في الجوجل بلاي ما راح تتغير، وفي تطبيق تويتر إذا دخلت على نفس التغريدة الظاهر راح يرجع بك للخط الافتراضي. لكن بشكل عام انه راح يغير لك الخطوط اللي بالجهاز، وبإذن الله راح نشرح الطريقة الثانية اللي تحتاج روت، ويعني بإمكانك انك تجربه. لكن هذه طريقة سهلة ما تحتاج لا روت ولا حاجة، لأجهزة الجالكسي فقط. تحياتي لكم، أخوكم عبد الله الغفيص من مدونة نيوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.